اهلا بيكم. امبارح نزل تحديث جديد للوارزون والمودرن 3، هنتكلم عنه بالتفصيل في الفيديو النهارده. في البدايه، ريكوتشي اعلنت ان نظام الحمايه من الغش شغال وما توقفش عن العمل زي ما تم ترويجه في اليومين اللي فاتوا. الكلام ده كان انتشر لانه لوحظ في الاونه الاخيره زياده في اعداد الهاكرز وانتشار فيديوهات للاعبين بيستخدموا الهاكس بشكل واضح ومبالغ فيه. طبعا ده احبط مجتمع اللاعبين، لان لو نظام الحمايه شغال ومع ذلك موجود كل الكم ده من الهاكرز في اللعبه، ففي نظرهم ان اللعبه هتكون رايحه للأسوأ. اول حاجه عملوا تعديل على الادفانسد يو اي في وخلوا حجمها اكبر بمرتين ونص عن السابق، وبقت تشوف جميع انحاء الخريطه بالكامل عند استخدامها، والتكتيكال كاميرا والرادار المتنقل بقوا بيتاثروا بالشوك ستيك. وكمان تم تقويه سلاح الام تي زي 556 عن طريق تحسين الارتداد وزياده كل من قوه ومدى الدمج على السلاح. وكيت الجاك ماجليفت الخاص بشوتجن هاي ميكر حصل عليه تعديلات اهمها زياده معدل الاطلاق. الشوتجن قوي جدا واعتقد انهم هيضعفوه الفتره اللي جايه. ودي بعض اللقطات للسلاح في المالتي بلاير. والبرو 99 لونج باريل الخاص بسنايبر لونج بوت بقى ابطا في سرعه الايم عن السابق. وتم تضعيف الجاك بي هولدر رايفل كيت الخاصه بمسدس التي واي ار. كان في بعض التعديلات على الرانك وخفضوا عدد الريديبلوي درونز من 8 الى 5 بالجيم، وايضا تم تقليل عدد الكاونترز يو اي في اللي ممكن تلاقيها في اللوت، وتم حظر استخدام الموسكيتوز درونز، وايضا عملوا تعديلات على طريقه حساب الاس ار في الجيم، يعني اصبح اللاعب اللي هيوقع الخصم او اللاعب اللي هيدمج الخصم قبل ما يوقع بفتره بسيطه هم اللي راح يحصلوا على الاس ار، اما باقي اللاعبين في السكواد فيحصلوا على سكواد ميد كيل اس ار سواء كانوا عايشين وقت الكيل او ميتين. صلحوا بعض الاخطاء في اللعبه زي مشكله الريجان اوقات ما كانش بيظهر بعد ما تحل اللغز، ومشكله كانت بتمنع تبديل الجاز ماسك العادي مع ديوربل جاز ماسك. قبل ما نتكلم عن تغييرات المالتي بلاير والزومبي، حابب اشكر كل اللي اشتركوا بالقناه واللي لسه ما اشتركوش. اتمنى لو لقيتوا اي معلومه مفيده او جديده بالفيديو شرفوني بالاشتراك ودعم الفيديو باللايك والشير، ولو في اي تعليقات من طرفكم احب جدا انكم تشاركوها معايا في الكومنتات. ونروح للجزء الخاص بالمالتي بلاير. اعلنوا انهم صلحوا بعض المشاكل اللي كانت موجوده، على سبيل المثال الاف او في او مجال الرؤيه اوقات كان بيكون اكتر من الحد المسموح وهو 120، ودلوقتي المشكله دي ما بقتش موجوده. وكمان بعض الاخطاء اللي كانت تخلي اللاعب ينطرد ويرجع للقائمه الرئيسيه، وكمان بعض التحديات اللي ما كانتش بتشتغل تم اصلاحها، وايضا تم اصلاح مشكله كانت بتخلي اللاعبين يرسبنوا خارج الماب في موديل هيد كوارترز. والاسلحه نفس التغييرات اللي حصلت عليها في الورزون هي نفسها في المالتي بلاير. والتروفي سيستم ما بقاش هيدمر البومب درون بتاعه زمايلك في نفس التيم. والجارديان اس سي كليستريك تم اصلاح مشكله كانت ما بتخليش التاثير بتاعه يظهر على الاعداء، وايضا قالوا انهم حلوا مشكله كانت بتخلي الكروز ميسل ينفجر في الجوله واللاعب اللي بيتحكم فيه تم قتله. وما كانش في تعديلات كتيره على طور الزومبي، بس قالوا انه تم التعامل مع مشاكل كانت بتمنع اللاعبين من الحصول على الاكس بي لو استخدم سلاح الفي ار 11، وكمان سلاح الميليتون، فتم حل مشكله كانت بتخلي السلاح ما يسببش الدمج المطلوب. دي كانت كل حاجه في الابديت الاخير، ويا رب الفيديو يكون عجبكم واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.